بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، الناس جاية ما شاء الله مخلصة لحمة العيد كلها وجاية مركزة، ولا الناس سئلت وعادت بيوتها؟ الله المستعان. روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راجعا من غزاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان راجع من غزوة من الغزوات، فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام خادم اسمه كركرة، فاتى هذا الغلام ليضع رحلا على دبة رسول الله، جاي يحط حاجة على الدبة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم راجعين، فاصابه سهم من سهام المشركين فوقع في صدره فمات من ساعته، مات في نفس اللحظة اللي جه السهم في صدره. فقال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله اكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة، غلام خرج في سبيل الله وخدم رسول الله وترك اهله وماله من اجل الله ثم قتل وهو راجع من الغزاة. فلما بلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينبأ من الوحي بما لا ينبأون به، قال: كلا كلا الجملة، كلا ان الشملة التي غلها، الشملة اللي غلها من الغنائم من غير ما حد يدري بيه، لتلتهب عليه في قبره نارا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحقرات الذنوب، اياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب اللي هي يا جماعة الذنوب الصغيرة اللي احنا بنعملها ومش واخدين بالنا ان هي قاعدة تتراكم، ذنب صغير على ذنب صغير لغاية ما تكاد تهلك العبد حينما يلقى الله سبحانه وتعالى. محقرات الذنوب، الاستهانة بالذنوب الصغيرة. عايزين يا جماعة نناقش النهاردة مشكلة، يعني بفضل الله بقالنا فترة مع بعض في الدرس، ولكن من المشاكل اللي الواحد ملاحظها جوه الدرس وبره الدرس، ظاهرة الشاب المحترم او ظاهرة الشابة المحترمة او ظاهرة انا كده كويس. ايه انا كده كويس دي؟ انا كده كويس يا جماعة دي ظاهرة ممكن لما كثير من اللي قاعدين يسمعوا ان هنتكلم عنها الليلة يقول انا ماليش دعوة، رغم ان الظاهرة دي متعلقة بينا كلنا، مشكلة كبيرة جدا. انا كده كويس، مين اللي بيقولها؟ عدوا معايا. اول واحد يقولك انا احسن من غير كتير، انا كده كويس، وهو متسيب معصية من المعاصي اللي ربنا هداها عنها الا وبيعملها. كل حاجة اللي بيسمع غيري يقولك احسن من بتاع الكلبات، وبتاع الكلبات يا عم احسن من اللي بيطبق عملي، واللي بيزني ولا عايزه بالله يقولك ايه؟ الحمد لله بس من جوه ابيض، الحمد لله من جوه نظيف، انما العالم اللي في الجوامع دول يعني هم مش بيصلوا وعاملين لك فيها شيوخ، انما من جوه يعني ما يعلموهم الا ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد احسن من غيري. قال: انا احسن من غيري؟ عامل زي واحد بيروح لوالدي يقول: انا كده كويس يا والدي، انت كويس ليه يا ابني؟ ده انت ما بتنجحش. يا والدي ده انا معايا واحد زميلي اترفض من الكليه السنه اللي فاتت من كتر ما صوت، وواحد ثاني بياخد السنه في 3 سنين، وواحد صاحبي عدى 30 سنه ولسه معانا في الكليه. طب ليه بتبص للفاشلين؟ اشمعنى ما بتقارنش نفسك بالناجحين؟ فده اول نوعيه اللي هو يعني لا بيزني ولا متجوز عرفي ولا بيشرب مخدرات يعني، وقد يكون كمان دخل في بعض الدوائر ديت ويقول لك انا كده كويس. النوع الثاني: فانا كده كويس يا جماعه اللي هو نصه بس في بركه الطين. يعني ايه نصه في بركه الطين؟ يقول لك انا بقعد مع اصحابي على القهوه بس ما شايش، انا بدخل النادي بس معاكش، انا بمشي معاهم ولكن انا عارف لنفسي حدود، بالك بقى فلان اللي التزم ده هو لازم يلتزم، انما انا ما مش محتاج التزم. ليه يا ابني؟ اصل فلان ده ما كانش بيعرف يمسك نفسه، كان فاسد، فده لازم يلتزم عشان يعرف يمسك نفسه، انما بالك انا بقى انا الحمد لله ماسك نفسه اهو. اهو يا جماعه عارفين اللي بيلعب بالنار؟ اه والله اهو ده بيلعب بالنار. عارفين اللي بيلعب بالنار ويروح ناحيه النار ويقول لك اهو انا همد ايده مش هتتحرق؟ اهو ده مش هيفوق الا لما ياخد له لفعه محترمه. انا كده كويس، ده النوع الثاني من انا كده كويس اللي هو نص في بركه الطين بس، ويقول لك ايه؟ اه الحمد لله انا عارف امسك نفسي. النوع الثالث يا جماعه واحد يقول لك انا حياتي كلها لتجارتي، انا حياتي كلها لدراستي، انا حياتي كلها لاسرتي ومراتي ماليه عيني الحمد لله، ما بدخلش السينما غير مع مراتي، ما بمشيش في الشارع غير الحمد لله، ما ببصش ولا بقى هي مراتي، ما بروحش النادي غير مع مراتي، انا حياتي لاسرتي، او واحد تاني حياتي لدراستي او حياتي لشغلي، ويقول لك انا ما بعملش حاجه غلط. هو ما بتعملش حاجه صح بس ما بعملش حاجه غلط. ده نوعيه مخلطه. ده النوعيه الثالثه. النوعيه الرابعه: انا كده كويس. بقى هنبدا ندخل بقى في الخط الساخن بقى في الناس اللي قاعدين قدامي دلوقتي وفي الاخوات الفاضلات اللي حاضرين معانا الليله، اللي هو يا جماعه جه معانا الدرس او جه اي درس تاني من الدروس الوعظيه
وبعد فترة ساب معاصي كبيرة كان بيعملها. بس لسه في شوية معاصي. وفي نفس الوقت ما كانش بيصلي بقى بيصلي. فبص انا قايل ايه? انا كنت فين وبقيت فين? الحمد لله انا كده ايه? انا كده كويس. انت كنت فين وبقيت فين? اه بيقيتها كده. طب ما بلاش تقيس انت قطعت قد ايه من الطريق. قيس انت لسالك قد ايه عما توصل لاخر الطريق. فده مشكلة ده اكبر مشكلة معانا الوقت يا جماعة. لانها مشكلتنا احنا. مشكلة اللي جه ووقف عند خطه معايا المشهد يتقدم. ليه يا ابني? بس. طب يا ابني انت حبيب قلبي انت لسه بتصلي الفجر لما الشمس تطلع. انت لسه بتظبط المنبه على ميعاد المحاضرات وما تقومش تصلي الفجر. انت يعني ممكن اخت من الاخوات لسه بتدخل تشيك على النت عادته. قال ده لسه يا جماعه احنا لسه بنأخر الصلاه ولسه بنسرح في الصلاه ولسه احوالنا احوال يعني. لا انا كده الحمد لله انا كنت فين وجيت فين. النوع اللي بعد كده يا جماعه واحد جه معانا وماشي بس ماشي صلنصير. عارفين اللي ماشي صلنصير؟ اللي هو ماشي على راحته مش راضي يدوس بنزين. يا ابني دوس بنزين يا ابني ما الطريق سالك قدامك اهو ربنا مسهلها لك والباب مفتوح. لا يا عم خليني كده انا كده كويس. يعني ظهرت انا كده كويس دي حتى والله يا جماعه ما بنصلي في الجامع كتير جدا من اللي بيصلوا معانا في الجامع لو رايتهم في حياتهم تلاقوهم من اهل هذه الظاهره. ظاهره انا كده تمام انا كده محترم انا كده مية مية بس انت في حاجات كتير جدا انت مضيع حياتك. الحمد لله على قد كده وخلاص وايه ومقضيه. عايزين نتكلم عن الظاهره ده يا جماعه لانها ظاهره خطيره جدا. مرض او فيروس انا كده كويس ده فيروس خطير جدا. دلالاته خطيره جدا واعراضه خطيره جدا. من ضمن دلالاته نقص الخوف من الله. اصل بيقول لك انا كده كويس ده مش خايف ليه? ما تقيس ذنوبك يا ابني. هو يا جماعه انك انت تصلي الفجر بعد ما الشمس تطلع دي مش من الكبائر? هو انك انت تجمع صلاتين مع بعض مش كبائر? هو انك تتعود انك تاخر الصلاه لغايه ما تفضل مش من الكبائر? لا تلاقي الشاب متكبر على الله بالصلاه، صلاه بيصليها في بيته مش في الجامع، وبيصليها في غير معزه، وخمس دقايق خطف الركعتين وخلص، وثلاث ارباع الصلاه سرحان في الدنيا، وقبل الصلاه كان بيعمل معصيه ويخرج من الصلاه يعمل معصيه، طب وبعدين بتتكبر على الله بهذه الصلاه؟ بتتكبر على الله بهذه النقرات؟ قال لك وفي نفس الوقت ممكن يخرج من بيته وبيشوح لامه وابوه في خناقه، تشوح لوالدك ووالدتك، ويخرج اول ما يقابل اصحابه التحيه اليوميه بتاعتهم السباب في الوالدين. مش في شباب كتير جدا كده? التحية اليومية في اول ما قبله بعض يبس كده. وفوق كل ده كمان ممكن يقعد يشتم في والده ووالدته الاهل وده ابويا عمل فيا وام عملت فيا. يعني ثلاث كبائر بس من اهله لوحدهم. كبيرة التشويح بايدهم اكثر من ولا تقل لهما اخر. كبيرة ان هو عرض والده ووالدته للسباب اكبر الكبائر ان يسب المرء والديه. وكيف يسب المرء والديه يا رسول الله? يسب المرء اخ المرء يشتم ابو وام صاحبه يقوم صاحبه يرد عليه بالسباب والدك وايه? ووالدتي. والكبيره الثالثه اللي عملها ان هو اختاف امه وابوه في غيبتهم اكل لحم امه وابوه ميتة. قال لا. وفي نفس الوقت يا جماعه حاجه زي اللسان ده انت بتتكلم كام ساعه في اليوم? والاخوات بيتكلموا كام ساعه في اليوم? يعني احنا يعني احنا جماعه اجتماعيين جدا يا جماعه. اقل شاب معانا بيتكلم خمس ساعات في اليوم. والاخوات طبعا بالتاكيد حوالي 15 ساعه في اليوم تقريبا. ما بين التليفون وما بين الجامعه وما بين الوقفات وما بين قال خمس ساعات في اليوم في شهر 150 ساعه. احسبها كده في السنه احسبها انا ما حسبتها في 10 سنين يعني من يوم يا اخي حتى ما الشاب بلغ ولا حاجه ب 18000 ساعه. كام غيبه اكتسبتها في 18000 ساعه اللي بتيجي تحاسب عليها? وكم نميمه نميتها? وكم كذبه اكتسبتها? وكم شتمه ولفظ لا يرضى الله خرج على لسانك? تقدر تتحاسب على 18000 ساعه اتكلمت منهم 90% انت ما كنتش عامل اي تحكم في لسانك ولا انت عارف انت بتقول ايه? يبقى قضيه انا كده كويس يا جماعه قضيه احتقار السيئات والسيئه على السيئه. يعني في صحابي اسمه ثعلبة بن عبد الرحمن. ثعلبة بن عبد الرحمن ده يعني له قصة ولكن قصته العلماء تكلموا في سندها. العلماء قالوا السند فيه كلام. السند ده فيه كلام ينافي الصح. قال لا. السند نفسه قال من ايات الله. يقول لك ان السند بتاع الحديث فيه اثنين رواه خلوا السند ضعيف. ايه الاثنين الرواه دول? والله يا جماعة ايه من ايات الله. الحديث ده سند وايه من ايات الله. يقول لك احدهم ابن محمد بن المنكدر. كان اماما في العبادة فشغل بالعبادة عن الحفظ. قال لا. يعني ما كانش كذاب ولا وضع لا ده كان امام في العباده شغل بالعباده عن الحفظ. طب والثاني يقول لك منصور بن عمار كان اماما في الوعظ والدعوه فشغل بالدعوه عن الحفظ. شايفين السلف يا جماعه? يعني لو ما انتش عالم تبقى داعيه ولو ما انتش عالم وداعيه تبقى عابد. هي دي حياه السلف وهي دي بطولات السلف. الحديث بيقول ايه? بيقول ان ثعلبه بن عبد الرحمن كان غلام عنده 16 سنه يا شباب 16 سنه وكان كثيرا ما يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمره من ذات المرات
طرقات الرسول ارسله الى حاجة خدمة يقضيها، وهو ماشي في طرقات المدينة نظر الى بيت امرأة من الانصار وجدها في داخل البيت، نظر لها نظرة اثنين ادرك ان هو وقع في الحرام. قال لها عمل ايه؟ ثعلبة هام على وجهه في المدينة. قال لها يا عم هو في واحد يبص لواحدة بصتين ويعمل في نفسه كل اللي انت هتقوله ده؟ يا حبيب قلبي لو تسمع كلمة انس رضي الله عنه هو يقول انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعرة، يعني انت شايفها كنا نعرفها في عهد رسول الله من الموبقات. تخيلوا يا جماعة تخيلوا اصغر حاجة، شايفين الصحابة كانوا بيتعاملوا مع المعاصي شكلها ايه؟ ثعلبة هام في وجهه، الرسول انتظر وما جاش يوم اثنين ثلاثة اربعة ما جاش، بعد سلمان وعمر بن الخطاب مش لاقينه في المدينة 40 يوم مش لاقينه، لغاية ما بحثوا راحوا ما بين مكة والمدينة يدوروا على ثعلبة، فاصابوا قبيلة من الاعراب قالوا لهم الم تروا شابا مواصفاته كذا وكذا وكذا؟ قالوا له اتقصدون، قالوا له اتقصدون الغلام البكاء؟ قالوا له ما نعرفش بكاء ولا غير بكاء، احنا عايزين واحد مواصفاته كذا. قالوا لهم في واحد على رأس الجبل لا نسمع الا نواحه وبكاءه وصياحه، فاذا جاء الليل نزل عشان يأخذ قسط من اللبن يشربه ويتقوى به ويطلع الجبل تاني، ثم لا نرى مرة اخرى. اختبأ بين عمر وسلمان لغاية وهو نازل في اخر الليل مسكوه، فقال لهم دعوني هل انزل الله في قرآن مع المنافقين يفضحني؟ فقالوا لا. سلام. 4000 في الطريق 98110 98110 يا جماعة ما تسيبش 98110. فقال له هل انزل الله في قرآن يفضحني؟ فقالوا لا. فقال له فهل سماني الله لرسول الله مع المنافقين؟ فقالوا لا. شايفين يا جماعة عظم ذنبه ازاي؟ المهم اخذوا بثعلبة وذهبوا به الى البيت، وكانت دي اخر لحظات في حياة ثعلبة بن عبد الرحمن، لانه اخذ يحس بدبيب الموت بين لحمه وعظمه، ثم كان الموت يا جماعة. قال هي في اعينكم ادق من الشعرة كنا نعضها في عهد رسول الله من الموبقات. يا جماعة قارنوا ما بين الطائعين بتوعنا الملتزمين بتوعنا الملتزمات والمنقبات والاخوات والاخوة، وما بين العصاة بتوع الصحابة، قارنوا ما بين الغامدية المرأة الغامدية اللي وقعت في الزنا، وما بيننا احنا كلنا واحنا قاعدين في المسجد الوقت لما ذهبت الى رسول الله وقالت له طهرني يا رسول الله، فقال لها ارجعي فاستغفري الله. فقالت له لعلك تريد ان تردني كما رددت باعدا. كان واحد برضه وقع في الزنا والرسول رده لغاية ما اعترف بهذه الجريمة، فالرسول عليه السلام رده لغاية ما اضطر ان هو يقام عليه الحد. لعلك تريد ان تردني كما رددت ماعزا؟ قال لها مصرة على التوبة ومصرة ان هي تطهر من الذنب اللي عملته مهما كلفها. كلفها ايه؟ انتوا عارفين حرارة الذنب فضة قلبها قد ايه؟ الرسول قال لها ارجعي لعلك ايه؟ ممكن تكون حبلة من الزنا. فعلا طلعت حامل 9 شهور لغاية ما ولدته، جت للنبي بعد 9 شهور. الاخت اللي جت وبكت على ذنب عملته يومين وبعد كده خلاص الموضوع خلص. الاخ اللي سمع شريط سخين له يومين وبعد كده الموضوع نام تاني. 9 شهور وحرارة الذنب مضطهدة في قلبها، بعد 9 شهور طهرني يا رسول الله، حاسة ان الذنب ده يعني ان هو قذر ان هو دنس، طهرني يا رسول الله، ده انت هترجعني ارجب واستحمل، بس انا ربنا وانا طهرة مطهرة. فقال لها ايه؟ لازم ترجعي تفطميه 24 شهر. وبعد كده جاته الغلام على يديها وهو معاه كسرة خبز وقالت قد فطمته يا رسول الله. 3 سنين وحرقة الذنب بتلتهب في قلبها فرجمت. تخيلوا يا جماعة ده دي مش ضحت بنفسها بس، ده ضحت بابنها بضمائر، ما فكرتش هيعمل ايه من بعدي ولو ما رجعتش الرسول ما كانش هيجيبها هي. تخيلوا يا جماعة تخيلوا مقارنة ما بين عصاة الصحابة وما بين الطائعين بتوعنا. عايزين نعرف انا كده كويس؟ دي كلمة وحشة شكلها قد ايه؟ انا كده كويس؟ دي كلمة بعيدة جدا والله يا جماعة عن مراد الله سبحانه وتعالى. الذنوب بتاعتنا في واحد دلوقتي حالا اهو في الدقيقة ده هي بيشرب سيجارة بره، ممكن تكون انت السبب انك شربت سيجارة. في واحد حالا هو بره ممكن يكون بيشيك مع على النت الله اعلم مع مين، انت اللي علمته النت ودخلته له المره. في واحد ممكن يكون مره بيتكلم واحده في التليفون انت اللي عرضته عليه. في واحده ممكن تكون مره بتسمع شريط دلوقتي انت اللي بديتها عليه، صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت ممكن يكون واحد معانا دلوقتي انت السبب انك جبته، وممكن يكون واحد بيسمع شريط دين دلوقتي انت اللي اديته له، وممكن يكون واحد بيقرا قران دلوقتي انت كنت سبب
المهم هو اتحمس ومسك وفتح كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني كلمة وحش يا جماعة، قتلت شر الناس وقتلت خير الناس. قتل حمزة ابن عبد المطلب ثم قتل مسيلمة الكذاب لما اسلم، فقال قتلت شر الناس وقتلت خير الناس. كل معصية عملناها لازم نعوضها ولازم نعرف احنا فين يا جماعة. مش عايزين نتصرم يا جماعة، مش عايزين نتصرم، مش عايزين نتصرم في القبر. احد اثنين من الصحابة تعهدوا مع بعض، اللي يموت الاول يجي للثاني في قبره، يجي للثاني في الرؤية ويقول له ربنا عمل فيه ايه. اللي مات الاول جه للثاني بعد سنتين فقال له في الرؤية لماذا تأخرت علي؟ قال له ما فرغت من الحساب الا الان. طب احنا نتحاسب قد ايه؟ وانا مش عايزين نتصرف في الدنيا، تسونامي، الزلزال، الناس مرعوبة كلها. ربع مليون واحد في لحظة ماتوا، وعلماء الذرة مرعوبين، يقول لك 150 قنبلة نووية الزلزال ده كان اقوى من قدرتهم، وعلماء الجغرافيا مرعوبين، احنا ناس مخرطة بيها للارض، وامريكا مرعوبة، قاعدة تزرع مجسات حوالين العالم كله، والشغب الروش مرعوب، المصايف اتخفت بيها الارض في لحظة، كل الناس مرعوبة يا جماعة من الموت، وامريكا عاملة خطة على مدى سنتين تزرع مجسات على شواطئ العالم كله عشان تكتشف الزلزال البحري من قبل ما يحصل. يا سلام، كل ده رعب من الموت. طب افرض جه زلزال بحري فجأة من غير صوابق خفيفة، طب افرض زلزال البحري عرفتوا تسيطروا عليه، طب لو زلزال جه الارض بقى زي زلزال في السبعينات دلوقتي مالك 2 مليون واحد ماتوا في لحظة، والزلازل لا تعد ولا تحصى. قال لك طب سيبك من الزلازل غلط، هتعملوا ايه في البراكين والاعاصير؟ سيبك من كل ده، ميكروب صغير محتاج يتكبر 36,000 مرة تحت الميكروسكوب زي صارخ جيش في جنوب شرق اسيا، الوف كانوا بيموتوا في لحظة، الوف يوميا بيموتوا منه. ولا الايدز ولا السرطان لما ربنا سلطه على امريكا في الاربعينيات، كان كل اربعة من الشلة واحد منهم لازم يجيله سرطان، كان نسبة السرطان في المجتمع 25%. قال لك سيبك من كل ده، موت الفجأة. قال لك موت الفجأة ده نادر، ان واحد يموت في حادثة على الطريق نادر اه، طب ان واحد يموت فجأة في سكتة نادر اه، طب ان واحد يموت بكذا او كذا او كذا نادر اه، انما كل الاسباب دي على بعض موت الفجأة معاكش نادر. موت الفجأة لو جمعت اسبابه على بعض هتلاقيه كتير. سيبك من كل ده، افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما وقعدهم ما كانوا يمتعون. عيش 100 سنة، عيش 100 سنة بالطول والعرض، والموت هيجيلك بعد الارض، بتهرب من الموت وخايف منه، هيجي ايه؟ ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. عايزين نفهم الكلمة دي يا جماعة، من اخطر ايات القرآن. افرأيت ان متعناهم سنين عيش بالطول والعرض ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، جاي الموت جاي الموت وجاي الحساب جاي الحساب، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اغنى ايه؟ كل اللي هو عمله وكل اللي عاشه وكل الحرمات اللي انتهاكها اغنت عنه ايه؟ قال لا، يبقى اذا يا جماعه مش عايزين نتصدم، مش عايزين نتصدم في الدنيا، ومش عايزين نتصدم يوم القيامه، ومش عايزين نتصدم، مش عايزين نتصدم تحت الميزان. لما تيجي تقف على الميزان كده تلاقي ال يعني الملائكة بتجيز تقول هو بلغ وعنده كم سنة؟ 14 سنة. طيب اول يوم 14 سنة ويوم، صح الصبح نزل بص الواحدة ادي زمن اتحط الزمن، بعد كده مشي قابل واحد صاحبه قال له السلام عليكم ادي حسنة اتحط حسنة، بعد كده مشي قابل واحد صاحبه شتموا بعض اتحط الزمن. تفضل شهر يخلصوا في معاصي وحسنات اول يوم، بعد ما يخلص انا كده خلصت ايه؟ ده اول يوم بعد 14 سنة، ثاني يوم بعد 14 سنة بس، ثالث يوم بعد 14 سنة، تفضل عم تخلص ال 40 50 سنة اللي عشتهم يكون شوف قعدت قد. مش عايزين نتصرف يا جماعة، عايزين ما نتعرضش لقول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مش عايزين نتصرف عند الجنة، في ناس بتتصرف عند الجنة والله يا جماعة، لما تيجي تلاقي قصر مهيب أنا عايز القصر ده ثمنه 1000 ليلة قيام، 1000 ليلة قيام، هو مش الراحتين اللي كنا بنخططهم دول اخد بهم اي حاجه انا عايزها؟ اي حاجه. طب والشاليه ده ثمنه 12 ركعه نفل كل يوم طول حياتك، 12 ركعه نفل. هو مش كان ال ما حدش قال لي على الكلام ده، ما كنتش مصدق، ما كنتش مقتنع، انا كنت بحسب ان انا كده كويس، كده كويس. تعالى يا حبيبي شوف مقاييس الاخره بقى. قال لك عايزين يا جماعه ما نتصدمش يا جماعه. احدى المغنيات يعني لا جزاء الله خيرا بل هداها الله يعني، لما شافت الضحايا بتوع تسونامي قامت عامله حفله كبيره جدا وخصصت الارباح بتاعتها لايه بقى؟ لضحايا الحفله، لضحايا الزلزال. يعني يا بنت الحلال ده انت
من ضمن اسباب الزلزال يعني ده الرسول عليه السلام بيقول يكون في امتي خسف ومسخ. امتى يا رسول الله يحصل الحاجات دي؟ من ضمن الحاجات اذا كثرت القينات. دي القينه كده القينه اللي قاعده تغني وترقص بيه دي القينه. ده انت من اسباب الزلزال قاعده تجمعي عشان الزلزال وضحايا الزلزال. سبحان ربي سبحان ربي. عايزين يا جماعه يعني الناس والله اصبحت في غفله يا جماعه. الناس اصبحت في غفله غريبه جدا جدا. ف يعني حتة انا كده كويس دي اول دلالة ليها اللي هي عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. ان مفيش خوف للأسف الشديد. مستوى الخوف ضعيف في القلوب. يعني لو جينا نشوف معاصينا يا جماعة يعني نعد بسرعة كده انواع المعاصي اللي احنا بنعملها. اول حاجة المعاصي العادية. العادية اللي هي ايه؟ اللي هي في اخر التحيات بتقول يا الله اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عارف. دي المعاصي العادية. او اللهم اغفر لي ذنبي كله رقة وجلة صغيرة وعظيمة قديمة وحديثة. كل دي المعاصي العادية. النوع الثاني من المعاصي يا جماعة المعاصي المتعدية اللي هي زي ايه؟ حديث الشملة اللي غلها كركرة من الغنائم اللي ذكرناه في الاول. هو ذنبه كان صعب قوي ليه؟ لان كانت المعاصي حق الناس لان الغنائم دي حق الجيش كله. قال لك وفي المعاصي الجارية الشاب اللي بيفك عفشة العربية بتاعته كلها عشان يركب فقل صوت لما يجي يشغل الاغاني والسكسكة تسمع الشارع كله. مصمم ان الاغنية تدخل لودن كل واحد غصب عنه. مصمم انه ياخد الذنب في جميع الشوارع اللي قاعد فيها من واحد واحد في كل الشوارع دي. في الذنوب القلبية اللي هي معاصي القلوب. الله يقول يوم تبلى السرائر لما قلبك يتكشف قدام ربنا يوم القيامة يا ترى قلبك هيبقى فيه ايه؟ في المعاصي الكيفية. يعني ايه الكيفية؟ يعني كنت من ايام كده في العيد لقيت مركب ماشية في النيل مركب كبيرة وفي ناس كتير راكبة في المركب ومشغلين اغاني وقاعدين بقى عايزين وقت. المشكلة يا جماعة دي القضية مش قضية الذنب. القضية هنا ان الناس دي لو المركب مالك فيها بس نصهم هيموت في لحظة. يعني لو ده واحد قاعد في بيته وبيعصي ربنا ماشي. انما ده تحت مية لو المركب بس مالك حتة على العرض في نص اللي في المركب على الاقل في لحظة. الناس بقى عندها غرور في الله. يعني دي المشكلة. انا مش المعصية هنا مشكلة الغرور في الله. انك ماشي على الارض تحتك براكين وتحتك 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 وماشي وانت مطمن لا مش هيعمل بيه مش هيخلف بيه. ما ممكن يخلف لا بس مش هيخلف. ليه مش هيخلف؟ ما انت بتعمل معاصي تفتح حياتك لا ربنا ربنا غفور رحيم ربنا غفور رحيم سبحان رب. فده الغرور في الله. وفي معاصي السر يأتي أناس يوم القيامة بحسنات أمثال جبال فهامة بيضاء ثم يجعلها الله بقى منصورة. ليه؟ كانوا يصلون ويصومون ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تصنيف المعاصي في حياتنا كتير. مش عايزين نتكلم كتير عن المعاصي. مش عايزين نتكلم كتير عن الذنوب. احنا عايزين بس يا جماعة في الاخر نذكر بقول الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في حاجات احنا بنحسبها صغيرة وهي عظيمة او عند الله والله يا جماعة. وفي طاعات بنسيبها وبنحسبها صغيرة وهي عظيمة او عند الله يا جماعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يا هيشوفه. ومن يعمل مثقال ذرة ما تتشافش اصلا شرا يا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. الصغيرة قبل الكبيرة. الصغيرة قبل الكبيرة يا رب. ما حدش قال لنا كده والله يا رب. الصغيرة قبل الكبيرة في القرآن كنتوش بتقروا وبتسمعوا وبتتدبروا وبتتفكروا ليه؟ فقضيت يا جماعة ان يعني انا كده كويس. ده اول علامة في انا كده كويس بتدل عليها هذه الكلمة عدم الخوف من الله. تاني حاجة عدم حب الله. يعني ايه عدم حب الله؟ يعني كان احد الاخوة في سنترال كده من ايام فلقى بنت بتكلم ولد فهو تقريبا يعني الاخ بعد عدة سنوات قصة حب سخنة ايه يعني رأى ان هناك اي سبب منعه يعني من تكميل هذه العلاقة يعني. فالبنت فقد اعصابها في سنترال وقعدة تعيط تقول له يا احمد انا ضيعت سنتين من كلية عشانك. واضح ان مفيش فايدة. يا احمد انا خصمت اهلي وشحلت اهلي عشانك. مفي احمد مش راضي يسمعنا خالص. حد فيكم احمد يا جماعة؟ يا احمد وقعدة تعيط والله يا جماعة. يعني ماشي بس يعني اول حاجة دي حقيقة قصص الحب كلها. انما المشكلة مش كده. المشكلة انا عايز اقول ان دي لما ضيعت سنتين من عمرها عشانك كانت حتى انها بتضحي بحاجة.
مش حسن ابو الضحى يا جماعة. اللي بيحب حد ما بيستكثرش عليه حاجة. اللي بيحب حد ما يقولوش كفاية عليك كده. عيال قوي ان احنا نقول له ربنا كفاية عليك كده يا رب. وانا كده كويس دي معنى كده. كفاية عليك كده يا رب. والله يا جماعة واحد قرأ كلام ابن القيم بيقولك ان في اربع علامات تعرف بيهم انت بتحب ربنا ولا لا. اربع مواقف هتعرف بيهم. الموقف الاول لما تيجي تنام. دايما لما تيجي تنام بتفكر في اكتر حاجة انت بتحبها. لو واحد بيحب واحدة يقعد 9 ساعات على السرير لغاية ما والدته الصحية تاني يوم الصبح ولسه ما نامش قاعد يفكر فيها. قال لها وكذلك الاخوات طبعا. قال لها طب وبعدين ليه؟ لانه بيحبها. فبيحب يفكر يفكر. اهو اللي بيحب ربنا اخر حاجة بينام وبيفكر فيها الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة تعرف بقى انت بتحب ربنا ولا لا تعطي اليقظة من النوم. ان بيحب حد اول ما ترد اليه روحه اول حاجة ترد اليه ذكر محبوبه. اول حاجة اول حاجة. هل انت اول حاجة بتذكرها اول ما تصحى ربنا؟ خد بالك. الحاجة اللي انت هتبقى اخر حاجة بتفكر فيها قبل ما تنام هي اللي هتبقى اخر حاجة بتفكر فيها قبل ما تموت. لو انت بتفكر في الله قبل ما تنام هتقول لا اله الا الله قبل ما تموت. لو مش كده يبقى راجع قلبك. والحاجة اللي انت فكرت فيها اول ما صحيت من النوم هي اول حاجة هتفكر فيها اول ما تدخل قبرك وتصحى من النوم برضه. لما يتقالك من ربك وتقول ربي الله يبقى قضية خطيرة. ده مش كلام امشي يا جماعة. ده معاني لازم تحسها. ثالث موقف تعرف فيه انت بتحب ربنا ولا لا. واللي يتصبح قدام نفسه يتصبح. واللي قلبه يشرفه قدام نفسه امام الله يشرفه. ثالث موقف في الصلاة لما بتقابل محبوبك. لما بتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. في ناس يا جماعة شعارها في الصلاة ارحنا منها. وفي ناس شعارها في الصلاة ارحنا بها. في ناس يا جماعة لما بتدخل في الصلاة حمل هم ان الصلاة تخلص. وفي ناس حمل هم ان الصلاة تخلص. قال لك النبي لما كلمنا عن انتظار الصلاة بعد الصلاة انك تخلص الظهر يا امتى العصر هيجي. تخلص العصر امتى المغرب هيجي. تخلص المغرب انا مش قادر اصبر عن الصلاة امتى العشاء هتيجي. في ناس كده. قال لك طب احنا كده في الدنيا. احنا مش عندنا في الدنيا انتظار المباراة بعد المباراة ولا لا. الشاب يقعد اسبوعين ماتش بين مظبط والاهلي بعد اسبوعين مش عارف ايه. الشاب يقعد ده كاس العالم بعد 6 شهور يفضل قاعد يستنى وهيموت من الاشواق عشان يجي كاس العالم. انتظار المباراة بعد المباراة. انتظار الفيلم بعد الفيلم. انتظار المسرحية بعد المسرحية. لانك بتحب. فاللي بيحب فعلا بيقعد يستنى امتى هيجي الميعاد. فاللي بيحب الله بيقعد يستنى الصلاة يا جماعة. رابع حاجة تعرف فيها انت بتحب ربنا ولا لا. رابع حاجة عند الشدائد والازمات والابتلاءات والكروب. دايما الانسان عند الشدائد اول حاجة بيفتكرها اللي بيحبه. قال له يا جماعة يعني الواحد والله لما يقعد يفتكر كده ان في ناس اخر حاجة بتنام وهي بتفكر فيها ربنا. وفي ناس اول حاجة بتفكر فيها وهي بتصحى ربنا. وفي ناس مش انت ليك واحد صاحبك اول واحد بتجري عليه لما بتفرح هو. واول واحد بتجري عليه لما بتزعل هو. في ناس اول ما بتفرح اول واحد بتجري عليه ربنا. واول واحد بتجري عليه لما بتزعل ربنا. واكثر حاجه شغله قلبها وتفكيرها ربنا. قلبها في حياه قلب مع الله سبحانه وتعالى مستمره. قال لها في ناس لما الواحد يفكر كده ويحط جنب الصوره دي صوره انا كده كويس يحس انها صوره قبيحه قوي. صوره صعبه قوي. يا جماعه في ناس عاشت حياتها كلها في حياه قلب مع الله. وعجلت اليك رب لترضى. الله. قلبه محضر ربنا سبحانه وتعالى. في ناس عاشت حياتها كلها في الدعوة الى الله. رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. في ناس عاشت حياتها كلها في الجهاد في سبيل الله والعمل لدين الله. قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الله اكبر. قال عايزين يا جماعة نستشعر المعاني دي. فانا كده كويس. ده خلل. خلل في حبك لله. لو بتحبه مش هتستقطب في حاجة. لو بتحبه مش هتقول له كفاية عليك كده ابدا والله يا جماعة. وخلل في تعظيم الله سبحانه وتعالى. هي مشكلة ابليس ايه؟ ابليس ربنا امره بامر. فنظر للامر وما نظرش للامر. واخدين بالكم يا جماعة؟ نظر للامر. قال له لا اسجد ازاي وهو من طين وانا من نار. ده كده نظر للامر. لو نظر للامر هيعظم اقل امر من امر الله. لو نظر للامر هيعظم اقل نهي من نواهي الله. الله سبحانه وتعالى يا جماعه خلق كل شيء في الكون لاجل نقصه.
الشمس اللي فوق دي لها مقصد والقمر ليه مقصد. كذلك انت لما الله خلقك خلقك لاجل مقصد، ولما الله خلقك خلقك لاجل مقصد. ايه الهدف اللي ربنا خلقنا لاجله؟ اول حاجه ربنا خلقنا عشانها انك لما تبص في السماء وتبص في الارض وتبص في نفسك وتبص في كل الايات اللي الله سبحانه وتعالى خلقها في الكون بلا حدود، اول حاجه تيجي في قلبك عظمه ربنا سبحانه وتعالى. اما يجي في قلبك عظمه ربنا يجي في حياتك عظمه امر ربنا. فلما ربنا يقول لك ده امر يبقى ده امر هنفذه مهما كان صعب عليا. لو انا راجل تاجر وعندي تجاره او دكتور وعندي عياده او مهندس وعندي شركه او 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 وبكسب 1000 جنيه في النص ساعه، اول ما الاذان يقول الله اكبر يبقى الله اكبر من كل شيء، هقفل الشركه بتاعتي واروح اصلي في الجامع. قال لك لما الله قال لك. طب الواحد عمل الموضوع الصعب ده امتى؟ لما جه في قلبه عظمه اللي امره بالامر ده. ولا يا جماعه لما الله يقول ده حرام يبقى ده حرام، هبعد عنه مهما كانت شهوتي او رغبتي الى هذا الامر. مهما كانت البنت اللي ماشيه على رصيفنا حلوه او البنت اللي ماشيه على رصيف التاني احلى، لا يمكن ابص لها ابدا، لا يمكن ابص لحاجه ربنا حرم عليا ان انا ابص لها، ولا يمكن اسمع حاجه ربنا حرم عليا ان انا اسمعها، ولا يمكن اتكلم بكلام ربنا حرم عليا ان انا اقوله. عملت الموضوع الصعب ده امتى؟ اما جيت قلبي عظمه اللي حرم عليا الامر ده. الله يا جماعه الله، عارفين يعني ايه الله؟ عارفين كلمه الله دي يعني ايه؟ كلمه الله دي علماء اللغه اختلفوا فيها. ففي واحد قال الله ده جاي من الحب اللي بتألهه القلوب وتشتاق اليه وتحن اليه، فقال لك ده معناها الحب يعني فيها معنى الحب. في واحد تاني قال لا الله دي فيها معنى التعظيم. ليه فيها معنى التعظيم؟ قال لك الذي تحار فيه العقول، ده معنى تاني في اللغه. واحد تالت قال لك لا هي لا الحب ولا التعظيم، امال ايه؟ قال لك فيها معنى الخوف. ليه؟ قال لك الله يعني المألوف يعني المطاع يعني اللي لازم يتسمع كلامه. قال لك تخيلوا يا جماعه معنى كلمه الله لو جمعنا الثلاث معاني مع بعض تبقى ايه؟ الله هو الذي القلوب حائمة في محبته، والعقول حائرة في عظمته، والجوارح منقادة في طاعته. هو ده معنى كلمة الله. انت لما بتعمل ذنب بتعمل ذنب عشان حاجة من ثلاثة، يا اما بتحب الذنب بحبه مش قادر اسيبه، بحبها مش قادر اسيبها، يا اما بتعظم الذنب. ده انا اللي انا بعمله ده هو اللي انا بكسب لقمة عيشي من وراه، ده الموضوع الفلاني ده هو اللي عامل لي البرستيج وسط الناس، بتعظم الذنب. يا اما بتخاف تقول لك ده انا عبد المأمور يا عم، ده انا مدير الشركة لما بيقول لي روح ادفع راشه ولا روح اعمل حاجة لو انا عصيته يرفدني، انا عبد المأمور. يبقى انت بتخاف. لو انت بتحب الذنب حبك لله لازم يبقى اشد، لو انت بتعظم الذنب تعظيمك لله لازم يبقى اشد، لو انت خايف من الذنب يبقى خوفك من الله لازم يبقى اشد تعظيم الله سبحانه وتعالى. فيا جماعه يعني كلمه انا كده كويس كلمه صعبه قوي، كلمه صعبه جدا. من ضمن يعني 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 جزاكم الله خير، من ضمن الدلالات من ضمن الدلالات بتاعت انا كده كويس يا جماعه مشكله يعني مشكلة الفهم يا جماعة، يعني انها مشكلة في الفهم. اصل ربنا مش طالب مننا ان احنا نسيب المعاصي بس. اللي فاكر ان كل الطلبات المطلوبة مننا ترك المعاصي بس يبقى هو مش فاهم العملية. كمان في طاعات مطلوبة مننا، هي عاملة زي اللي راكب سقالة، لما يطلع في الدور الخامس يشوف حاجات كتير، طب طلع في الدور العاشر يشوف حاجات أكتر، طب طلع في الدور العشرين يشوف حاجات أكتر، كل ما بتطلع في الإيمان بتشوف أكتر وأكتر وأكتر، عاملة زي اللي واقف عند الجدار وبيقول لك ده أنا عايز الدنيا، لو طلع شوية وبص ورا الجدار ايه عوالم عوالم رهيبه لا حصر لها. احنا عملنا ايه عشان ربنا؟ عايزين نعرف، عايزين نناقش عشان عملنا ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى. صهيب الرومي وهو جاي يهاجر، صهيب الرومي اجنبي ليس من بلاد العرب، فلما جه الى مكه قبل ما النبي يبعث اشتغل في تجاره السلاح وبقى غني جدا. فلما جه يهاجر من مكه للمدينه وقفوله قالوا له لا انت رايح فين؟ فهرب منهم لغايه ما طلع على ربوه كده فلفوا حواليه وهو معاه اسلحه معاه اسهم في الكنانه بتاعته. قال لهم انكم لن تصلوا الي حتى تفرغ كنانتي. ما حدش عرف يصلي لما خلص الاسهم اللي معايا. طب وابوه المطلوب ايه؟ افلا ادلكم على ما هو خير من ذلك؟ اقول لكم على حاجه احسن من كده. ماذا؟ خذوا مالي كله، خذوا كل مالي وكل ثروتي وسيبوني. خلاص يا عم هات الفلوس ودلنا على مكان الفلوس وبالسلام. فلما ذهب الى المدينه استقبلوا الصحابه واستقبلوا رسول الله
قول ايه؟ ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. عشان ربنا سبحانه وتعالى عمل كده يا جماعه ليه؟ لانه طلع، لانه شاف افق اعلى، لانه عرف ايه اللي يستاهل انه يتعب عشانه، وايه اللي يستاهل انه يجاهد عشانه، وايه اللي ما يستاهلش تساب ولا ما تسابش ملوش قيمه. هي دي القضيه يا جماعه. الشاب اللي يقول ده فرض ولا سنه، يعني ايه ده فرض ولا سنه يا ابني؟ احنا عايزين نسال نفسنا، ده يقربنا من الجنه ولا ما يقربناش من الجنه؟ لو انا جيت لموظف بياخد مرتب قلت له في شغل اضافي بس مقابل الشغل ده هتاخد علاوات ومكافئات وترقيات وحوافز، هيفرح بالشغل الاضافي. اهي السنن دي شغل اضافي، هتاخد بناء عليه ترقيات وحوافز وعلاوات. هلا في حد يزهد في هذا الامر يا جماعه؟ حد يزهد في هذا الامر؟ فالمقصود ان فكره هو فرض ولا سنه فكره ابدا. حديث بلال لما النبي عليه الصلاه والسلام قال له اني سمعت خشخشه عليك بين يدي في الجنه، قال له ليه؟ بلال عمل ايه؟ كان بيصلي ركعتين بعد كل وضوء. قال له طب ما بلال هو نفسه اللي استحمل الاذى في سبيل الله واتحط في رمض الصحراء واتحط على صدره الحجاره واتكوب النار واستحمل وبيقول احد احد. طب ما بلال هو نفسه اللي كان بيؤذن كل صلاه ويدعو المسلمين الى صلاه الجماعه. قال له اشمعنى العمل ده رغم ان الاعمال الثانيه اعظم؟ ما تعرفش ايه العمل اللي هيتقبل منك، ما تعرفش ايه العمل اللي هتدخل بيه الجنه، ما تعرفش ايه العمل اللي الله هيرضى عنك بيه. يبقى عايزين يبقى عندنا الفكر ده يا جماعه، عايزين الفكر ده. يعني احد الناس يوم القيامه، هل تعرفون حديث الحسنه اليتيمه؟ حد عارف حديث الحسنه اليتيمه من الاخوه او الاخوات؟ حديث الحسنه اليتيمه اللي هو الرجل اللي ياتي يوم القيامه حسناته اقل من سيئاته الحسنه، يعني 1999 حسنة. يعني هذا الرجل عايز رأفة عشان يقف على اهل الاعراض، عايز رأفة عشان يقف على اهل الاعراض، عايز كده جدا، ويفضل يلف ارض المحشر كلها. عارفين الراجل ده مين يا جماعة؟ عارفين الراجل ده مين يا اخوان؟ عارفين ده ممكن يبقى مننا ازاي؟ ده ممكن واحد التزم شوية وبعد كده ساب الالتزام، بس ما رجعش فاتن، بقى انسان عادي، الحسنات اللي عملها فترة الالتزام على الحاجات اللي بعد كده عدلت بقى. ممكن واحد مشي على الخطين شوية هنا وشوية هنا، يعني ماشي مع الاثنين، يخرج من المسجد يطلع على الاثنين مع بعض، الاثنين استوى مع بعض. ممكن واحد عمل حسنات كتير جدا بس عمل ذنبين تقال قوي وما تبش منهم. ممكن واحد، ممكن حاجات كتير جدا يا جماعه، ممكن اي واحد منا يبقى من هذا، يبقى هذا الرجل. الرجل ده بيفضل يلف في يوم القيامه لغايه ما في اخر الحديث واحد بيرضى ان هو يديله حسنه، لان هو ايه؟ ما حسوش غير حسنه واحده، فبيقولوا انا كده داخل جهنم داخل جهنم. انما انت الحسنه دي لو خدتها تفرق معاك وممكن تدخل الجنه او تبقى من اهل الاعراض. فربنا يقول لست ارحم بعبد مني ادخل الايه؟ ادخل الجنه. انما المقصود ان حسنه واحده ممكن تلففنا جميعا يا جماعه ارض المحشر ديت عشانها، حسنه واحده ممكن تسلنا يوم القيامه، حسنه واحده ممكن تفرق معانا حياتنا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل. هلا هل هو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها. القضيه قضيه عمل يا جماعه، عايزين نشتغل يا جماعه، عايزين نشتغل، عايزين نشتغل عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وعشان ربنا يفتح علينا في دنيتنا وفي اخرتنا. فيعني المشكله انك لما بتيجي تناقش الاخ اللي هو بيقول انا كده كويس، دايما بيقوم رامي في وشك شويه شبهات كده. يعني اول حاجه هيقول لك بقول لك ايه؟ انا دلوقتي لو حسناتي زادت عن سيئاتي ابقى في الجنه ولا مش في الجنه؟ بيزنقك بقى ويقول لك دلوقتي لو عملت 2000 حسنه و1900 سيئه هبقى فين؟ هتقول لي انا ادخل النار؟ ما انا كده ادخل الجنه. اول حاجه يا جماعه خطوره المعصيه مش بس في الحساب عليها، خطوره المعصيه انها باب موارد بينك وبين الانتكاس. كل معصيه الواحد مقيم عليها باب موارد بينه وبين الرجوع تاني وترك سكه الالتزام، هي دي خطوره المعصيه. عشان كده لازم الواحد يقفل الابواب دي ويسنكرها ويرمي المفتاح، ما يعرفش يرجع تاني، لازم يقفله تماما، يسنكرها تماما بحيث انه ما يقدرش يرجع للمعصيه تاني. تاني حاجه انت تضمن ان التعاطي بتاعتك دي قبلت، تضمنها؟ لا. ما هو برضه سؤال. ثالث حاجه انت يعني 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 ده دايما يقول لك ايه؟ يقول لك ما انا برضه لو هتعذب في النار شويه وخلاص. برضه انت تعرف النار اللي انت بتقول هتعذب منها شويه وخلاص دي ايه؟ يعني لما الشيطان يا جماعه في خطبه اهل النار وقال الشيطان لما قضي الامر، خلاص كل حاجه انتهت، كل حاجه اتكشفت بس بعد فوات الاوان. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، قال لكم في جنه وفي نار، وانا قلت لكم ان الله غفور رحيم، وقلت لكم بدل ابيض خلاص، وقلت لك افتح من غيرك،
دعوتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنت اللي كنت عايز كده مش أنا اللي كنت أنا. أنت اللي استسلمت لأنك أنت كانت رغبتك في الاتجاه ده. الربا حرام هناكله. قال له يا وقت بالله حرام تكشف شعرك هكشفه وهرشدك وطر راجل وهصبغه وهعمله مش عارف ايه وهحط 10 انواع مكياج في وشي وهلبس لبس يفضل جسمي وامشي في الشارع وان الله غفور رحيم. يا عم الشاب حرام اللي انت قال له حرام هنزل القهوه وهشيش وهشرب كل اللي يتشرب وامشي في سكه البنات لاخرها واسمع اغاني واتفرج على كتير بس وان الله غفور رحيم. يا سلام فلا تلوموني ولوموا انفسكم لا انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي. هعمل لكم ايه؟ خلاص اصبحت العيشه نار والفرش نار والغطا نار واللحاف نار والنعام نار والشراب نار. هي السكه دي اخرها كده السكه دي اخرها نار في نار. فلا تلوموني ولوموا انفسكم لا انا بمصرخكم والله لو ايه ما احبطش ابقى اعمل لكم حاجه ولا انتم بمصرخي. محدش حد يعرف ينقذ حد يا جماعه. قال هي النار دي حاجه سهله يا جماعه انها ساءت مستقرا ومقاما سواء اللي هيخلد فيها ولا يقعد فيها دقيقه واحده ما انها ساءت مستقرا ومقاما. يؤتى بانعم اهل الارض انعم اهل الارض فيغمس غمسه في النار ثم يقال له هل ذقت ناعما قط. قال له الحديث ده المقصود منه يا جماعه ان ثانيه مش خمس دقائق ثانيه واحده في سجن ولا زنزانه من زنازين النار ما تقدرش تستحملها تنسيك الدنيا كلها. يبقى الموضوع ده اما تيجي تقول لي شويه في النار واخرج شويه في النار انت عارف ايه هي النار يا ابني؟ انت عارفين النار يا جماعه مش لازم نحسب. واحد ثاني يقول لك بص بقى انا بصلي فنطلع على المعاصي الاثنين على بعض ابقى من اهل الاعراض. اهل الاعراض وانت عارف الذل يا جماعه احنا عايزين نتصور الذل بتاع اهل الاعراض يوم القيامه. اهل الاعراض دول يعني في اخر 50,000 سنة بتتصرف مرهم 50,000 سنة رعب وهلع لان هم بعد ما اهل الجنة واهل النار بيتساووا تماما نبدأ نشوف اهل الاعراض بقى 50,000 سنة بياخدوا يوم القيامة ده كامل ومكمل بياخدوه من اوله لاخره رعب وهلع. اهل الاعراض فيها واهل الاعراض كل من الصحف تطير وده خدها بيمينه وده خدها بشماله وهو واقف بنص صحيفة كان سهل على قلبه. وقال العرب ده لما لف الثمان ابواب بتوع الجنه ما لقاش نفسه على اي باب من الابواب كانت سهله على قلبه. وقال العرب كل لما طلع روحه وهو بيعدي الصراط يقوم مره ويقع مره وتدفعه النار مره كانت سهله على قلبه. يا اهل العرب دي ساعه وزن الاعمال لما اعاد له ما شاء الله له ان يمكن تتوزن حسناته وسيئاته واخرتها بعد كل الرعب ده هو مع كل طب التدني فوق او لتحت لقى نفسه لا كده ولا كده كانت سهله على قلبه. يا اهل العرب دي حاجه بسيطه يا جماعه. اهل الاعراب ايه مشكلة اهل الاعراب يا شباب؟ ايه مشكلة اهل الاعراب يا جماعة؟ لان التزام اهل الاعراب ده مشكلة كبيرة جدا عندنا جميع وعند كثير من الاخوات وعند كثير من الاخوة. اهل الاعراب دول مشكلتهم يا جماعة انهم كانوا عايزين الاثنين كانوا عايزين السكتين كانوا عايزين يبقوا هنا وهنا كانوا عايزين يجوا لربنا بس من غير ما يسيبوا الحرام مش من غير ما يسيبوا المباح خدوا بالكم من غير ما يسيبوا الحرام. عايز يخرج من المسجد يروح بقى يشوف بقى هيتقابل مع مين ولا يروح يشوف هيقعد فين ولا يروح يشوف هيقضي الظهر فين. دي مشكله اهل الاعراب ان هو كان اصل دي طريق اسكندريه وده طريق مصر. عايز تروح اسكندريه روح كده عايز تروح مصر روح كده انما عايز الاثنين هتمشي في النص لا هتوصل اسكندريه ولا هتوصل مصر. هو بالظبط كده هو في الاخر لا لقى نفسه مع اهل الجنه ولا لقى نفسه مع اهل النار. فدي قضيه اهل الاعراب دول يا جماعه مشكلتهم عارفين في سوره الاعراب في سوره الاعراف الله سبحانه وتعالى بيقول ايه في اولها في سوره الاعراف بيقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الظاهره الاعلى ولا الفواحش الباطنه؟ الباطنه اعلى يبقى ما ظهر منها دي معصيه طلعنا في المعصيه كمان درجه بقت ايه وما بطن طلع كمان درجه. ما اوعى تفتكر ان المعصيه اوعى تفتكر ان المعصيه لا خط احمر اوعى تفتكر الاخ اللي بيقول لك اصل انا افضل مع اصحابي كده ومش هعمل اللي بيعملوه بس افضل ماسك نفسي. مفيش حاجه اسمها ماسك نفسك الطيار هيجرفك انت واقف في وسط الموت هيجي طيار يجرفك هيجي طيار يجرفك سايب باب موارد. الانسان لحظات ضعف يا جماعه هتيجي لحظه ضعف هتقع فيها وهترجع تاني وهتنفكت فيها. يبقى لازم تحصن نفسك وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى
قال فا وما بطل والاسم خلاص ده درجة كمان. لما ده درجة والبغي قال ده مش بقت المعاصي بس على نفسه ده بقى كمان بيبغي على غيره بقت معاصي متعدية. قال والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ده بقى البغي مش على المخلوق ده بقى البغي على الخالق كل شوية بيزيد كل شوية بيزيد وان تقولوا على الله ما لا تعلمون بعد ما كان مشرك بقى داعي الى الشرك كمان. يعني القرآن بيريد ان يقول يا جماعة سورة الاعراف بتريد انها تقول لك اوعى تفتكر ان يقول لك انا افضل كده وقال والله ما تبقى تفضل كده اللي يقول لك انا بقى من اهل الاعراف دول 90% منهم مش هيشموا جبل اعراف اصلا. ليه؟ لانه مش هيثبت لانه هيتجرح. لازم يا حبيب قلبي يكون في حاجز امان عالي بينك وبين المعصية. مش ربنا بيقول ما سلككم فيه سقر قالوا لم نكن من المصلين اولها ما كنتش بصلي واحملت في الصلاة فلما اعمل الصلاة ولم نكن نطعم المسكين القلوب اتقفلت فلما شاف الفقير والمحتاج ما ادالوش فلما القلوب اتقفلت وما فيش عبادة وقلنا نخوض مع الخائضين يسمع ده بيدي شبهة ولا ده بيقول شبهة قاعد يسمع وقاعد يتكلم معاه وكنا نكذب بيوم الدين. المعاصي جابت بعضها جابت بعضها المعاصي ذوات رحم بتجيب بعضها وبتشد بعضها يبقى لازم من اولها انك تبعد عنها. فاهل الاعراض دول حاجه مش سهله يا جماعه. في سوره الاعراض الله سبحانه وتعالى بيقول واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر. قوم من اليهود كانوا ساكنين على شط البحر ورسوم بيعتمد على الصيد. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الحيتان يعني قاعدة لحظة تنزل تتمشى في الشارع يوم السبت اللي هو يوم حرمة الصيد على اليهود. ويوم لا يثبتون ست ايام ما يشوفوش حتة بشرية حتى في البحر. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هي دي مشكلة يا جماعة. اما الحرام يبقى سهل والحلال يبقى صعب. اما الزنا يبقى سهل والجواز يبقى بطلع. الجواز يبقى الجواز سهل ولا صعب يا شباب؟ الجواز بقى صعب يا شباب. اصبروا يا رجال اصبروا يا جماعة كلها 15 سنة ان شاء الله والاخوات تصبر برضو 15 سنة والشباب اللي تحت دول يبقوا زي الفل ويجوا ان شاء الله. الله الجواز بقى صعب والله يا جماعة. بس هي المشكلة يا جماعة مشكلة الجواز الوحيدة هي في الدخل الشهري بس. فالحج لو يعني يستجدع معانا كده ويسندك 10 سنين كمان عم تقدر تقف على رجليك هتبقى حاجة جميلة جدا. يعني 10 سنين كده تروح للحج تقول له يا عم الحج انت شلتني كتير يعني انا ارد لك كل ده في الجنة ان شاء الله بس تقف معايا كتير بس يعني وهو بقى يعني كرسيين من الحج على طقم صيني من حماك على اصحابك ينطوك بالتنجيد ينقطوك بالتنجيد على نشوف اخت فاضلة من الاخوات الطيبات كده عايزة تعيش وخلاص وهتمشي يا جماعة والله ان شاء الله هتمشي ان شاء الله. الاخت لو رحت لها الوقت تقول لك يعني ضل شاب روش ولا ضل حيط انما ساعة الجد بقى لا يدش في الجهاز ده فاكر الجواز. فيا جماعة يعني انما يا جماعة نصيحتي يعني في شباب شعرهم بدأ يقع يعني فيعني مدام البارومة مسكت خلاص ياخدوا بالهم بقى. انا بس انا كان نفسي اقول يعني اقول للشباب ان هم ياخدوا بالهم يتصرفوا بسرعة عشان يلحقوا يعني. فالجواز ما صعب ولا حاجة يا جماعة. الجواز ما لو تبنى الى الله والله ما سهل جدا. ولو الاخوات تبوا الى الله والله ربنا يبعت لهم عزان كل يوم عريض. تلاقي الاخت كل يوم واحد بيخبط على الباب وهي تختار بقى تشوف عايزة مين ومش عايزة مين. فيعني والله يا جماعة لو اخترنا الله سبحانه وتعالى فالجواز بقى صعب بقى فعلا صعب جدا. انما الزنا سهل جدا. الزنا شغلانة حلال ب200 جنيه تطلع روحك النقطة. شغلانة حرام وتقدم خمرة وتعمل مش عارف 100,000 جنيه سلام بيع على اللي بيشتري يتصرف. دي المشكلة يا جماعة. لما بيحصل الموضوع ده بيبدأ الناس تتحايل على ربنا بقى ازاي؟ يعني مغنية يا ست اللي انت بتعمليه ده حرام. حرام اللي انا بعمله ده انا ما بقولش حاجة غير بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك الحرام اللي كده انتم متشددين ولا ايه؟ يا ست والله حرام حرام تقوم تعمل ايه بقى؟ تقوم خلاص انا هلبس حتة شرب كده والمكياج زي ما هو وفرقة رقي وصفات ورايا واقعد اقول يا حبيبي يا رسول الله اهو بقى كده خلينا في الدين بقى. حد يقول حرام اللي يقول حرام بقى يبقى المتشدد والارهابي والمتطرف. ده يا جماعة اسمه اللي بيضحك على ربنا. اصحاب السبت دول حطوا الشبك يوم الجمعة عشان يصطاد الحيتان يوم السبت ويلموه يوم الحد. يا جماعة اليهود لما عبدوا العجل ربنا ما عملهمش حاجة. اليهود لما آذوا موسى ربنا ما عملهمش حاجة. اليهود لما رفضوا دخول الارض المقدسة ربنا ما عملهمش حاجة. اما حطوا الشبك يوم الجمعة عشان يصطاد السمك يوم
عشان يشيلوه يوم الحد ربنا مسخهم قرده وكنازير. فاهمين يا جماعه؟ فاهمين الرساله؟ فاهمين المشكله؟ فاهمين القضيه يا جماعه؟ ما حدش بيضحك على ربنا سبحانه وتعالى. قضيه ان احنا ما نضحكش على الله يا جماعه. يعني المعصيه نفسها خفيفه، انما ان الانسان يضحك على ربنا سبحانه وتعالى يعمل المعصيه ويسميها في اسم الطاعه، هي دي المشكله يا جماعه، هي دي المشكله. من ضمن الشبهات بتاعت انا كده كويس، او يعني استاذ انا كده كويس، او استاذه انا كده كويسه، من ضمن الشبهات بتاعتهم يقول لك ايه؟ يقول لك انا حياتي كلها لدرجتي، انا حياتي كلها لدرجتي، ايه الحرام في كده؟ ايه الحرام في اللي انا بعمله ده؟ اول حاجه انا هسالك سؤال، اللي انت بتعمله ده لله؟ يعني لما تلاقي صاحبتك اول ورقه مذاكره، ثاني ورقه مذاكره، ثالث ورقه مذاكره، اللي انت بتعمله ده لله؟ احنا عاملين يا جماعه في الموقف ده زي اللي متجوز واحده وقاعد 24 ساعه بره البيت. يا اخي انت تعالى شوفني شويه، تعالى اديني فلوس، تعالى. يقول لها ده انا كل شغلي ده عشانك، ده انا كل اللي بعمله ده عشانك، ده بس اصبر شويه بس، اصبر اعمل لك ايه؟ شويه يجي لها مكالمه، جوزك خد الفلوس اللي بيشتغل بيها وراح خطب واحده وجاب لها شبكه. يا عم ده بيقولوا انك انت بتاخد الفلوس بتاعت الشغل دي لا عشاني ولا حاجه، طب اصبري معايا وشوف اعمل لك ايه؟ شويه الحق جوزك جاب لها شقه وفرش شقه. هو ده حلنا يا جماعه بالظبط يا جماعه. احنا قاعدين نقول بنشتغل لله، بنشتغل لله، وكل اللي احنا بنعمله حقيقته عشان الدنيا. قال لك يعني ما نذاكرش يعني؟ اديني كشفتكم اهو بقى يا عم متشددين انتوا بقى، انا عرفت حقيقتكم خلاص. ايه حقيقتنا بقى يا عم؟ انتوا انا كده كويس عندكم ديت، ابقى كويس اما اسيب الدنيا وابقى في الجامعه، اما اسيب الدنيا بقى واطلعها بالثلاثه وارجع اقعد لكم في الجامعه بقى اتقطع فيه، انا كده بقيت كويس. لا والله يا جماعه، يا جماعه اسمعوا الحته دي لانها خطوره جدا ومهمه جدا. ابو هريره من الصحابه الافاضل تفرغ تماما للنبي عليه الصلاه والسلام، تفرغ قعد مع النبي لغايه ما مات، ما رضاش يشتغل، كان بيقع من طوره جنب رب الرسول الله من الجوع وهو قادر يشتغل، بس ما هوش راضي يضيع دقيقه بعيد عن النبي. هو ده ساب الدنيا تماما. عبد الرحمن بن عوف من اول يوم هاجر فيه المدينه اول كلمه قالها ايه؟ دلوني على سوق المدينه، دلوني. وراح يشتغل وتاجر وتجارته اتسعت، يعني ما سابش الدنيا، بل كان من اصل الاثرياء. مين اللي كان احسن باجماع السلف؟ ده قضية سلف. مين اللي كان افضل في الصحابة؟ عبد الرحمن بن عوف ولا ابو هريرة؟ عبد الرحمن بن عوف ده من العشرة المبشرين بالجنة. عبد الرحمن بن عوف ده كان هيبقى الخليفة بعد سيدنا عمر، لولا ان هو تنازل عن الخلافة في مقابل ان هو اللي اختار الخليفة، واختار سيدنا عثمان بن عفان. عبد الرحمن بن عوف يا جماعة، عبد الرحمن بن عوف ده من شدة سخائه انه مرة طلع قافلة في عهد السيدة عائشة 700 بعير محملة باحمالها واقتابها واحلاسها لله، وزعها على المدينة والبلاد اللي جنب المدينة. مرة باع ارض ب40,000 دينار ووزعها على اهل البيت ووزعها على فقراء المسلمين. مرة لأ هو بيموت نظر 50,000 دينار في سبيل الله، وعلى كل واحد من اهل بيت 400 دينار. كان سيدنا عثمان بن عفان مليونير وكملياردير، وكمان قبل ال 400 دينار لانه كان شاهد بدر من عبد الرحمن بن عوف وقال ان مال عبد الرحمن بن عوف كله حلال فقط، فخد المال عشان ياكل بيه. قال لا، سيدنا عبد الرحمن بن عوف يا جماعه كان في السخاء اسطوره من الاساطير، لدرجه انهم قالوا ان اهل المدينه كلهم مشاركين لعبد الرحمن بن عوف في ماله. ثلث اهل المدينه مسلفهم فلوس، وثلث اهل المدينه هو اللي سدد ديونهم، والثلث الثالث قاعد يديهم عطاءات ومنح. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا غناه وتخيلوا سخاءه، ورغم كل ده تخيلوا زهده. مره صايم وجه يفطر فبكى وقال ان مصعب كان خيرا مني، وحينما قتل في احد لم نجد له الا برده ان غطينا بها راسه بدت رجلاه، وان غطينا بها رجلاه بدت راسه، وان حمزه كان خيرا مني، وحينما قتل لم نجد له الا برده نكفن فيها. مره هو كان ياكل برده بكى، وما يبكيك يا ابا محمد؟ فقال ايه؟ قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير قط. مش العيش ابو حبشه القرش البريده اللي احنا بناكله، ولا العيش ابو شلف حتى، ده حاجه اقل بكتير يعني، ولم يشبع من خبز الشعير قط. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يا جماعه، يعني السيده عائشه عرضت عليه ان هي ان هو يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفض. لما جه يموت رفض. ليه؟ لانه كان متفق مع عثمان بن مظعون ان هم هيدفنوا مع بعض جنب بعض في قبر واحد، فاثر الدفن جنب عثمان بن مظعون. شايفين فكر الاخره؟ شايفين يا جماعه مين فيكم اللي بيفكر مين هيبقى صاحبه في القبر؟ او هيدفن جنب مين في القبر؟ بل لما الخلافه عرضت عليه ذهب فيها وتنازل عنها.
عبد الرحمن بن عوف اهو ده نموذج فاز اهو، فاز اهو ساب الدنيا، ما سابش الدنيا، كان ملياردير ما سابش اي حاجه ولكن فخر الدنيا لاجل الدين. يعني ممكن وانت ما سبتش الدنيا الوقت الفاضل بعد الدنيا، انت مهما ذاكرت هتذاكر 5 ساعات في اليوم، طب باقي الوقت ده ادي ربنا يا اخي، ادي ربنا هلا ولا كتير على ربنا سبحانه وتعالى. ممكن وانت ما سبتش الدنيا تتفوق في الدين وتفوق في تفوقك ده اللي تفرق للدين. كلام خطير جدا يا جماعه، كلام بيوقفنا قدام نفسنا وبيعرف ان ملناش حاجه قدام ربنا. الوقت ده اليوم 24 ساعه يا جماعه، اليوم يسع انك تدي ربنا حقه وتدي للناس حقها وتدي للمذاكره حقها وتدي للتجاره حقها. والرسول قال ساعه وساعه، ساعه ربنا يا اخي مستقصر تدي ساعه كل يوم لمولاك اللي خلقك ودينا عليك، مستقصر تدي ساعه ربنا في اليوم، مستقصر كل يوم تدي ساعه لله. قال لا يبقى قضيه بقى بعد كده، يجي يقول انا كده فين، انا كده كويس بقى. من ضمن الكلام اللي واحد في واحد يقول لك انا عايز ابقى وسطيه، يعني ايه انا عايز اسافر بس افضل شاب روش، يعني ايه يعني ايه يعني يعني ممكن واحد يجي يقول كده بالظبط، يقول لك انا 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 جيت ونفسي ازيد والله، وكل ما اشوف ناس بتزيد وما شاء الله بتفتح في الدين اتعقد واقول طب احصل الناس ازاي. يا جماعه دول يعني اللي بنسميهم التزام الخط الاحمر. يعني ايه التزام الخط الاحمر؟ اللي في حياته معصيه لسه مش قادر يسيبها، وعارف انه عشان يتطور اكتر من كده في الدين لازم يسيبها، فالمعصيه دي موقفاه في الطريق. قال لا، في حيات كتير جدا مننا لسه في مننا اللي مش قادر يسيب الافلام الاجنبيه، لسه في مننا اللي عنده جنون الكوره، مش الفرجه على الكوره ما مباح، المشكله لعب الكوره ما مباح، انما جنون الكوره. لسه في مننا اللي مش قادر يسيب الاغاني، لسه في مننا اللي ما هواش قادر انه يسيب الشات مثلا او يسيب واحده معينه على الشات بره الشات. ففي معصيه معينه هو عارف ان لا يمكن يتقدم الا لو سمع فواحد مكانه، خط احمر حاطط المعصيه دي، خط احمر مش قادر يتقدم لربنا بسببها. عايزين يا جماعه قبل ما نخلص نختم بنموذج مشرق لانسان. احنا عايزين نتكلم عن الانبياء لان قصص الانبياء دي ما هي صور بتتعلق في المتاحف، لا ده دي حاجات ربنا مديها لنا عشان نقتني بيها ونهتم بيها ونمشي في نفس الطريق. سيدنا سليمان يا جماعه، ووهبنا لداوود سليمان الهبه. لما انا اوهب لك حاجه تبقى على قدها، لما ملك يوهب لك حاجه على قدها، لما الله يوهب حاجه لابد الحاجه دي ما حصلتش. سليمان ده ما حصلش عليه الصلاه والسلام. نعم العبد، شايف لما ربنا يدي النشان ده يعلقه على صدر عبد من العباد، انت تعلق على صدرك النشان ده امتى؟ ربنا قال عليك نعم العبد قبل كده، مره قمت ليله كامله فربنا قال بعدها نعم العبد، مره يوم كامل عشته من طاعه لطاعه فربنا قال نعم العبد، مره بكيت في الصلاه وخشعت فيها في كبار اركانها فربنا قال نعم العبد. نعم العبد انه اواب، كان دائم الرجوع الى الله ودائم الخلوه مع الله في العباده والتبتل. اسمع بقى، اذ عرض عليه بالعشي، العشي ده اللي هو وقت اذكار المساء، وقت من العصر للمغرب كده، وهو قاعد يسبح الله، عرض عليه الصافنات الجياد، اجمل واجود انواع الخير على الاطلاق. فلما الخيل عرضت عليه، الخيل في الدنيا بقى، وهو قاعد يذكر الله، فذهنه راح للخيل لغايه ما الخيل غابت عن دماغه، لغايه ما الخيل غابت عن بصره، او لغايه ما الشمس غابت، فوقت الذكر راح. فقال اني انا احببت حب الخير اللي هي الدنيا عن ذكر ربي. انا الدنيا تشغلني عن ربنا، انا بتعمل مساحه الدنيا يناسبني الله ولو دقايق، انا ذهني وقلبي يروح للدنيا وينسى الله في الوقت اللي بقوم فيه الى الله كل يوم بالذكر والعباده. اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى طلعت الحجاب، انا اتشغل عنك يا رب، ردوها علي، هاتوها لي تاني، فطفق مدحا بالسكر والاعراق. لا بيقول لك ذبحها، ذبحها، في ناس بدا يقول ذبحها واطلقها وتخلى عنها. احفظت من قضيه التفسير يا جماعه، قضيه ان هو ما سابش حاجه تعطل عن ربنا، ما سابش ان حاجه تقف بينه وبين ربنا وهو رايح له، ما سابش ان اي حاجه تشغل قلبه عن الله. مين فينا كده يا جماعه؟ مين فينا قلبه زي الشاحنة؟ القلب الشاحنة لو هو متجه الى الله ومقبل على الله، لو اي جبل وقف في طريقه يمسكه، لو اي سور وقف في طريقه يمسكه. مين فينا يا جماعة عنده البطولة دي؟ اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. انا اصلا
عن الله فطفق مدحا. مين فينا طفق مدحا بنمر المحمود؟ مين فينا من الاخوات طفقت مدحا بالشربات القصيرة والبناطيل والتونيكات مين في الشباب يا جماعة طفق مدحا مين فينا طفق مدحا بالدش والبتاع والتنفير؟ مين طفق مدحا بالشرايط القديمة بتاعت الاغاني؟ مين يا جماعة؟ مين اللي ما سابش حاجة تعطل عن ربنا سبحانه وتعالى؟ كان احد الاخوة يعني كان مرة بيقول افطار المساء وهو بيتفرج من البلكونة بتاعته فلقى ماتش كورة بيتلعب تحت. فاحد يتفرج على الماتش لغاية ما الشمس غابت حتى طورت بحجب. فكان هو بيحكي لي يعني بيقول انا كنت عايز انزل اطفق مدحا يعني. كان عايز ينزل يطير رقابيهم يعني. فمين فينا يا جماعة؟ مين فينا ربنا قبل حاجة عنده بحياته؟ عايزين يا جماعة نبقى كده يا جماعة. عايزين يا جماعة يا جماعة انا لو تلاحظوا الدرس بتاع النهاردة كله فكرته ايه؟ كله فكرته اوعى تقول انت كده كويس. اوعى تبقى من الغافلين. الله في سورة الاعراف قال مرة المرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب بس لا يفقهون بها ولهم اعين بس لا يبصرون بها ولهم اذان بس لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الايه الغافلون. فجت الغفله هنا بمعنى المعصيه. في نفس السوره سوره الاعراف ربنا قال في اخرها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والآثار في الليل والنهار ولا تكن من الغافلين. فجت الغفله هنا بمعنى عدم فعل الطاعه. فالغفله امتى الانسان يسمى غافل؟ اما يكون في خطر عظيم مش واخد باله منه لو بيعمل معصيه او في مصلحه عظيمه وفرصه عظيمه مش عارف يقتنصها يبقى لو مقصر في الطاعه. يا جماعه الدين كبير يا جماعه. عشان كده ربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان جنة لترك المعاصي وجنة لفعل الطاعات. يا جماعه الدين كبير. عايزين نبقى من اهل الطموح في الدين. يا جماعه الشيطان بيوسوس للعاصي ما بيوسوسش للغافل. لان العاصي الشيطان عايز يفضل عميه عميه عميه. انما الغافل ده لو الشيطان وسوس له وقعه في معصيه ممكن ضميره يألمه ويفوق. فانت ممكن الشيطان يسيبك كده ماشي زي ما انت سلامتين زي ما انت حبيبتي زي ما انت ما تزودش. اصل لو انا وقعتك في معصيه هتفوق وهتقول لا يمكن اعمل كده في حق الله وهتوب. فالغافل ده يا جماعه الغافل ده قضيته اخطر من قضيه العاصي كتير جدا. مش عايزين نبقى غافلين يا جماعه. الدين كبير والافاق واسعه وعايزين نطلع ورا الصور اللي احنا محبوسين وراه ونشوف الافاق الواسعه اللي احنا لسه مش عارفينها. عايزين يا جماعه افقنا يطلع في الدين ونبقاش من اهل الغفله ونفهم ان دين ربنا كبير ويبقى حياتنا كلها من طاعه لطاعه من طاعه لطاعه من طاعه لطاعه نبقى فعلا في حياه مع الله باستمرار. يعني قبل ان انصرف من مقام هذا انا عايز اسالكم بس شويه اسئله سريعه جدا. اول سؤال لو انت مت الوقت لو انت مت الوقت ايه الصبر اللي هيتفرح بموتك؟ يعني الشيخ محمد حسن ربنا يبارك في عمره يا رب لو مات الوقت يا جماعه كذا الف واحد هيبقى عندهم مشكله كبيره جدا انهم كانوا كل اسبوع بيروحوا يتشحنوا في مسجد التوحيد شحنه ايمانيه وبعد كده يرجعوا تاني بقى الاسبوع ماشيين على مرام الله سبحانه وتعالى. فلو هو مات الوقت هتبقى مصيبه بالنسبه له. لو واحد بيصح خمسه صلوات الفجر ومات ممكن تروح عليهم الصلاه. لو واحد بيغفر اسر فقيره ومات ممكن الاسر تحصل عندها مشكله. لو انت مت ايه المشكله اللي هتحصل؟ لو انت مت الوقت ايه القضيه ايه الخساره اللي هتحصل؟ مشكله كبيره جدا يا جماعه. ايه الصبر اللي هيتفتح بموتك؟ ثاني سؤال يؤتى بالاسلام يوم القيامه فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا قتلني حتى اذا جاء عمر بن الخطاب قال يا رب كنت غريبا حتى اسلم هذا. ياه تخيل يا اخي تخيل كنت غريب. انت يوم القيامه الاسلام هيقول عليك ايه؟ يا رب كان النادي كله فسق ومعاصي لغايه ما ده التزم نص شباب النادي التزم على ايه؟ يا رب الشله بتاعت ده كلها التزمت على ايه؟ يا رب كانت الشله بتاعت فلانه الفلانيه كلها متبرجات وكلهم لبسوا الخمار على ايه؟ يا رب يا رب يوم القيامه الاسلام هيقول عنك ايه؟ هيقول عنك ايه؟ هتتوزن في انهي ميزان يوم القيامه؟ لا ده تاني سؤال. ده تالت سؤال يا جماعه عايز اقوله لك. لو انت رحت لدكتور كبير قوي ومشهور هيقول لك لا والله ده هو ثلاث شهور ما تعرف تدخل له لانه هو مشغول جدا. هتقف على الباب تستنى ثلاث شهور عم يجي دورك. طب مستعد تفضل واقف على باب ربنا قد ايه؟
مستعد تفضل واقف عباد قد ايه؟ مستعد تفضل تجاهد وتتعب عشان ربنا يفتح لك الحفظ ويدخلك قد ايه؟ مستعد تتعب عشان ربنا ياخد بالك ويفتح عليك قد ايه؟ رابع سؤال منا يا جماعه اللي ممكن يقعد 6 ساعات قدام النت الاك يشيك ولا يلعب جيم وما يقعدش ساعه يكتب عقود يتعلم دينه، منا اللي ممكن يقعد 3 ساعات قدام مباراتين ورا بعض وما يقعدش ساعه بنت ديني او يقعد ساعه يسمع شريط او يقعد ساعه يقرا قران، منا اللي ممكن يستحمل 5 ساعات قدام مسرحيه تلفزيون وما يستحملش 5 دقايق عباده وطاعه، الاك يبقى هنا يا جماعه مستعد انك تستحمل عشان ربنا قد ايه؟ مستعد انك تتعب عشان الله يرضى عنك قد ايه؟ ده سؤال ثاني من ضمن الاسئله اللي احنا مش عايزين نمشي من هذا المقام لغايه ما نسالها. احنا يا جماعه مستعدين نسيب اي حاجه عشان اي حاجه الا عشان ربنا. الولد ممكن يسيب البنت لانه شاف الاجمل منها، والبنت ممكن تسيب الولد لان تقدم لها عريس احسن منه، والولد ممكن يسيب البنت لان ابوها رفضه، او ممكن يسيبه لان هو اتشكل معاها او انما تقول له سيبها عشان الله. كام واحد مننا ممكن يسيب اللي بيحبه عشان الله؟ كم واحد مننا ممكن مستعد تسيب ايه عشان الله؟ مستعد تسيب ايه عشان الله؟ الانصار يا جماعه نساء الانصار لما تقول السيده عائشه رحم الله نساء الانصار لما نزلت ايه الحجاب شققنا مروطهن واعتجرنا بها، يعني اول ما نزلت ايه الحجاب اتقلب الطبقه والخمار كله في لحظه كلام كله في لحظة. والاخوات بيتكاسلوا ليه؟ عايزين نفتح افاقنا يا جماعة. الذكر اللي الرسول بيقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. انت بتعمله؟ انت تفضل كده ميت بكل ما عند الميت من عفونة وجيفة القيام اللي الرسول قال شرف المؤمن، كم واحد فينا عنده هذا الشرف يا جماعة؟ صلاة الضحى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان كل يوم الصبح عليك 360 صدقة لازم تأديهم لربنا بعدد مفاصل جسمك، صلاة الضحى الصبح على 360 صدقة، مين فينا بيصليها يا جماعة؟ عايزين نفوق يا جماعة، عايزين نفوق. مستعد تعمل ايه عشان ربنا؟ ومستعد تسيب ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ هذه الأسئلة. ايه الصبر اللي هيتفتح بموتك؟ والإسلام هيقول عليك يوم القيامة ايه؟ ومستعد تتعب عشان الدين قد ايه؟ آخر سؤال بنسأله في هذه الأسئلة. مستعد تفضل ماشي ورا ربنا لغاية امتى؟ السؤال ده خطير جدا. مستعد تفضل ماشي ورا ربنا لغاية امتى؟ مستعد تفضلي ماشي ورا ربنا لغاية امتى؟ سمعت ان في بابا هتوم، في درس في المسجد هادي، في حجاب، خمار ولا نقاب؟ لا كفاية عليا شر بس. يبقى في لحظة بنيجي فيها ونقول لربنا كفاية عليك كده يا رب. يعني ايه لغاية هنا وكفاية خلاص؟ ليه؟ خلاص اوامرك عادت بتتعارض مع شهواتي ورغباتي ورحمتي، فالغاية كده وسلام عليكم. مستعد تفضل ماشي ورا ربنا لغاية امتى؟ فكنا بنتكلم النهارده يا جماعه هذه الليله عن حته انا كده كويس، وما كنتش عايز اثبت ان احنا وحشين ابدا عشان نتعقد ولا والله يا جماعه لا والله انا بس ده بالعكس. النبي اصلا بيقول لولا انكم تذنبون لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليه او فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. يبقى انما يا جماعه احنا عايزين بس نعيش مع قول الله هم درجات عند الله، هم درجات. عايزين احنا في انهي درجه؟ وهنفضل كده وهنفضل ساكتين على نفسنا وهنفضل في الغفله اللي احنا فيها وهنفضل بعاد عن الله كده لغايه امتى؟ وهنفضل صابرين عن طريق ربنا لغايه امتى؟ عايزين نبدا ناخد قرار بقى. من الوقت ناخد القرار ده، ومن الوقت نعزم ان احنا نغير نفسنا، ومن الوقت نعزم ان حياتنا كلها تبقى طموح الى الله ورغبه الى الله وطاعه بعد طاعه. وكل يوم باذن الله سبحانه وتعالى كل واحد فينا يقرب من الله خطوه جديده. بالنسبه للاخوه يعني اللي ممكن اول مره معانا النهارده والاخوات اللي اول مره معانا النهارده يعني اللي ابهجوا قلوبنا بحضورهم، واللي زودوا عدد الملائكه اللي معانا اللي بقالهم ساعه ونص قاعدين معانا، واللي فرحوا ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سنوات بدخولهم الجامع. يعني عايزين يا جماعه يعني لو واحد وقع في وسط الاسبوع في معصيه او في ذنب قديم ما يتعقدش يا جماعه، ما يتعقدش. مش معنى الكلام ده ابدا انك لو وقعت في النص تتعقد، خليك اوعى الباب اللي ربنا فتحه لك والصله اللي ربنا عملها بينك وبينه تقطعها ابدا، واوعى الحصن اللي ربنا دخله لك بعد ما كنت بره شياطين الانس والجن ممكن تفتركك وربنا امنك ودخلك، اوعى تخرج ابدا. عايزين يا جماعه يعني لو واحد مننا وقع يفضل صابر على الطريق وهنتغير ان شاء الله.
يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اسلم سخيمة صدورنا، اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين، اللهم لا تجعل في قلوبنا الا ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك. رب اهدنا اليك صراطا مستقيما. اللهم اعنا على انفسنا، اللهم مكن لنا في انفسنا، اللهم مكن لنا في قلوبنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ذنبها وجلها، حديثها وقديمها، صغيرها وعظيمها. اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وضيقت لنا وجوهنا وتبت علينا من كل سابق ذنوبنا واخطائنا يا رب العالمين. يا رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك حتى نلقاك. اللهم اجعلنا لك صوامين، لك صوامين، لك زكارين، لك شكارين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على تلاوة كتابك اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم عافنا في قلوبنا حتى لا تحب الاك، وعافنا في اسماعنا حتى لا تسمع الا ما يرضيك، وعافنا في ابصارنا حتى لا ترى الا ما يرضيك، وعافنا في ابداننا حتى لا نطعم الا الحلال الطيب. اللهم عافنا في جوارحنا حتى لا تعمل الا في مرضاتك ليلا ونهارا سرا وجهارا. اللهم اخلص اعمارنا لك، رب اجعلنا مخلصين لك، مخلصين لك، مسلمين لك، سلما لك. اللهم اخلص اعمارنا لك، واخلص اوقاتنا لك، واخلص جهودنا لك، واخلص حياتنا لك. رب اجعلنا سلما لك يا رب العالمين. اللهم اطمعنا على عينك، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم اجتبينا في طريقك يا رب العالمين، في طريقك يا رب العالمين. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وثبتنا على طريقك وعلى طاعتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.